بسم الله الرحمن الرحيم. الأخت مريم رجوي رئيسة الجمهورية الإيرانية المنتخبة، الأخوات والإخوة في حركة المقاومة الإيرانية، الإخوة الذين شاركونا في هذه الأمسية وأي أمسية، أمسية شهر رحمة، والرحمة ممنوعة في بلدي. أمسية رسالة الإسلام التي عرفت بأنها رحمة للعالمين، ولم يبقى من الرحمة الكثير في بلدي. هذه الرحمة التي نسعى إليها من خلال ذاك الحب الذي زرعنا عليه مع رسالة الإسلام، وجاء من يعكر صفوها، جاء من يقول لنا أنه باسم الإسلام يحق لنا التطرف. قالوا باسم هذه الشعارات وباسم ولاية الفقيه يحق لنا أن نفعل ما نفعل. ألتقي معكم في هذه الأمسية ونحن في خندق واحد نعاني ما عاناه إخواننا في إيران ويستمر اليوم في بلدي. نعم، إن مصدر الإرهاب ما كان ليستمر في بلدي لولا دعم ولاية الفقيه لهذا النظام القاتل. إن ما ارتكبه مقاتلي المرتزقة التي جندها نظام ولاية الفقيه لهو جريمة حرب حقيقية تتطلب منا جميعا أن نقف بيد واحدة مع المقاومة الإيرانية حتى تسقط هذا النظام الفاشي القاتل. ليس ذلك صعبا وليس ذلك على من أدرك أن مصدر الإرهاب هي مجموعات قد اعتادت وعملت على زرع الخوف والقتل. إن قوات نظام الأسد والحرس الثوري الإيراني والمرتزقة التي جلب بها من لبنان والعراق وأفغانستان وباكستان تشارك يوميا في إبادة أبناء شعبي والعالم كله يتفرج. أليس بعد هذا من تطرف؟ تطرف العالم الذي ينظر والذي لا يفعل كثير، وتطرف القاتل الذي يستمر ولا يردعه أحد. قالوا أن الإرهاب لداعش والنصرة، لداعش والقاعدة، وإنما أقول لكم أن من علم داعش والقاعدة الإرهاب هو نظام الملالي. إذا احتجتم للدليل فالدليل كبير، وإنما ما الذي يمنعنا أن نقولها عالية جميعا؟ لا لنظام القتل في العالم والاستبداد وعلى رأسه النظام الإيراني، وأن يطرد
ليس فقط من منظمة التعاون الإسلامي بل حتى من كل المنظمات العالمية وعلى رأسها الأمم المتحدة، وأن لا يبقى مكان يستقبل فيه هذا النظام. ثانيا أن نقول نعم، إن من يشارك في القتل والإرهاب هي تلك القوات التي استخدمها النظام الإيراني في كل المناطق، في العراق، في اليمن، في سوريا، وغدا في أماكن أخرى، والمتمثلة في الحرس الثوري الإيراني. ما الذي لا يدفع الكل إماما في مسجده ونائبا في برلمانه ومدرسا في جامعته أن يقول كلمة واضحة، إن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية تعمل كما يعمل الآخرين في قتل الشعوب؟ والأكثر من ذلك، الكل يتكلم عن المحارق التي أنشئت أيام الحقبة النازية، واليوم بدعم من النظام الإيراني افتتحت محرقة بجوار سجن صدنايا حتى تحرق جثث إخواننا وأبنائنا الذين يقضى عليهم بعدما فضحوا في صور سيزار. إخوتي، في شهر الطاعة والمغفرة لنا أمل واحد، أن نعمل نحن الشعب الإيراني والسوري ومعكم أنتم جميعا على إسقاط نظام الطاغية الأسد، ولا يتم ذلك إلا بإسقاط نظام الملالي. نحن قلنا في الأستانة لا نقبل بالتمثيل الإيراني، وقالوها إخواني في جنيف، وسنقولها دوما، فلا يمكن لنظام القتل الذي وضع عمامة على رأسه أن يتكلم بحق شعب، وإنما يجب أن يحاسب ويحال إلى محاكم جرائم الحرب في أشرف، في ليبرتي. أهنئكم بأنهم في هذا العام هم في أمان، وكل ما نتمنى أن يكون الشعب الإيراني والسوري في العام القادم في أمان، دون نظام الملالي، دون النظام الذي يصدر لنا الإرهاب في كل فترة من الفترات. شكرا لكم، تقبل الله صيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.